السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة إدوكاسيون أفيك ناديا. الفيديو ديال اليوم موجه لك بخصوص ابني الطالب، لأنني غادي نتكلم فيه على كيفية الحفاظ عن التركيز أثناء الدراسة. نعم، تنظن باللي هذه واحد النقطة مهمة كان خصني نتكلم عليها من شحال هذه، لكن عاد وصل الوقت باش غادي نهضر عليها ان شاء الله. تبع معايا ابني الطالب. نعلم جميعا ان تشتت الذهن وعدم التركيز هي مشكلة شائعة يعاني منها معظم الطلاب، وخاصة عندما يتعلق الامر بدراسة مواد غير مفضلة. لكن لحسن الحظ فإن اتباع بعض أساليب واستراتيجيات الدراسة الفعالة تمكن الطالب من التغلب على هذه المشكلة وزيادة التركيز أثناء الدراسة. إذن من المستحسن ابن الطالب إبعاد كل الأمور المشتتة عن مكان الدراسة، وبذلك غادي تكون قادر على التركيز في مكان جيد ومريح. بالنسبة لك ابن الطالب، التنظيم، يعني تنظيم مكان الدراسة، هذه النقطة الأولى اللي بغيت نتحدث عليها، شيء مهم. وكيفاش غادي يكون هذا التنظيم؟ غادي يكون بإزالة كل الكتب والأدوات التي لا تحتاجها والتي لا تساهم بشكل مباشر والتي تساهم بالعكس في تشتيت تركيزك، لكنها قد تكون من مشتتات محتملة. الحفاظ ابن الطالب عن التنظيم أمر مهم وجيد، سيقلل من الإجهاد ويسمح بتركيز أفضل ويوفر مساحة جيدة على ذهنك لكي يركز أكثر وأكثر. إذن كيفاش غادي نزيدو نركزو أكثر بعد ما نكونو قد نظمنا مثلا المكان الذي يمكننا الدراسة فيه؟ النقطة الثانية اللي غادي نتحدث لكم عليها هي ابن الطالب لازم من إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية، لأنه حتى هذه واحد النقطة اللي راهي مهمة ومهمة بزاف. افصل ابن الطالب أي جهاز إلكتروني غير ضروري ولا تحتاجه، وخاصة الهواتف المحمولة والحواسب وأجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاجها في عملية الدراسة. لتركيز جيد لابد من إعداد جدول زمني محدد لترتيب وقت الدراسة. هذه النقطة الثالثة اللي غادي نهضروا عليها حتى هي، يعني هذا الجدول الزمني حتى هو واحد شيء اللي راه هو مهم. بمجرد وضعك لهذا الجدول الزمني لعدد من الأيام متتالية، فإنك ابن الطالب ستكون قادرا على متابعة خططك الدراسية لفترات طويلة. طبعا يعني هذاك الجدول غادي يساعدك بزاف، وخلال هذه الايام المتتاليه غادي تكون قادر على انك تختي. يعني اذا لا تنسى ابن الطالب فترات الراحه، نقطه اساسيه كذلك. ففترات الراحه هذه راها مهمه بزاف. مثلا إذا درست ساعة
لا بد من حصولك على استراحة قصيرة قصيرة جدا، لا تتراوح مدتها 5 إلى 10 دقائق فقط. هذه الطريقة ابن الطالب قد تكون الأكثر فاعلية للحفاظ على تركيزك لأطول فترة ممكنة. يعني أنت بديتي تقرأ ساعة مثلا، لازم توقف 5 إلى 10 دقائق. هذيك 5 حتى 10 دقائق القليلة تمنح دماغك وقتا للاسترخاء والاستمرار بالإنتاجية لأطول وقت ممكن. لكن إياك ابن الطالب أن تفتح هاتفك الذكي لتنظر إلى الرسائل الواردة على فيسبوك أو صور جديدة على انستغرام مثلا. حينها ستفقد تركيزك وستمتد الاستراحة لتصبح عدة ساعات بدلا من بضع دقائق الراحة. وهذا طبعا تعرفه ابن الطالب جيدا، يعني بدل ما كنتي غادي تقرأ ساعة وتاخذ الفترة ديال الراحة 5 دقائق حتى 10 دقائق، تاخذ فيها واحد النفس ترتاح تمدد تاخذ نفس عميق مثلا، يعني تخرج طل من الشرجان تمدد على سريرك على اي حاجة فين ما كنتي قاعد ترتاح مثلا، تاخذ كيف ما قلنا واحد نفس عميق. غادي تكون حداك الجهاز ديالك، علاش تنقول انا يعني تفصل الجهاز ديالك يكون بعيد عليك مسدود، كمبيوتر ماشي حداك بعيد عليك الفترة اللي انت كتركز فيها. بهكا غادي تكون اللي كتدرس فيها، بهكا غادي تكون كتحافظ على التركيز ديالك أثناء الدراسة. بدل من 5 حتى 10 دقائق غادي تمشي تفتح الهاتف ديالك، غادي تطل على الرسائل ديالك واتساب فيسبوك انستغرام، بدل من 5 أو 10 غادي تصبح ساعات بلا ما تحس بها، غادي تاخذها من غادي تاخذ من وقتك بلا ما تحس بها. إذا هكذا ابن الطالب، أكون قد جمعت لك اليوم بعض أهم النصائح التي تساعدك على الاحتفاظ بتركيزك والتخلص من جميع فرص التأجيل أو المماطلة. وتعتبر هذه الخطوات التي تحدثت عليها في هذا الفيديو خطوات مهمة للغاية. إذن ابن الطالب، لا تفوتني المناسبة حتى أقول لك، إذا كنت ترغب في الحفاظ على تركيزك أكثر وأكثر، أحط نفسك بأشخاص يفعلون ذلك أيضا. يعني لو كنت باغي تحافظ على التركيز ديالك ابن الطالب، لابد من اختيار نفس الأصدقاء هم الأشخاص ديالك الذي حتى هما يكونوا يعني كيحافظوا على التركيز ديالك. ابن الطالب، لأن الأشخاص الذين يفعلون ذلك قد يكون لهم أثر على هذا التصرف في البداية. لكن كن واثقا أن من تدعوه إلى دائرة معارفك الصغيرة من الأصدقاء طبعا أو من العائلة سيؤثر على دماغك وسوف يؤثر عليه بشكل كبير. إذن لابد من اختيار أصدقائك بذكاء أكثر،
يعني الأصدقاء يحافظون على تركيزهم في غالب الأوقات، ليس لديهم تشتيت أو أشياء تلهيهم عن التركيز، تلهيهم عن الحفاظ عن التركيز. مفهوم ابن الطالب؟ هذا الموضوع اختاريته بالضبط باش نوجهه ليك ابن الطالب، لأنه راه مهم بزاف. إذا تبعتي هذه الخطوات غادي تكون ناجح في حياتك، وغادي غادي غادي يفيدك بزاف. كنتمنى باش ينال الإعجاب ديالك ابن الطالب هذا الفيديو، والسلام عليكم إلى فيديو آخر بإذن الله.